بحضوره سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. تواجد سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي الفارس عاصم عبد الواحد من فريق الزعيم بالمركز الأول وكأس سباق 120 كيلومترا دوليا في ثاني سباقات الموسم الجديد 2022-2023 الذي نظمه الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة واسعة من الفرسان والإسطبلات في قرية البحرين الدولية للقدرة. وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كافة مراحل السباق حيث حرص سموه على توجيه الفرسان ومساندتهم. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن المنافسة القوية التي شهدتها السباقات التي نظمها الاتحاد الملكي تؤكد مدى التوسعة التي تشهدها رياضة القدرة في المملكة والاستعداد المثالي من الإسطبلات على المشاركة الكبيرة في السباقات المحلية التي تشهد تطوراً ونمواً بشكل متواصل، مما يعود بالفائدة على المشاركات البحرينية الخارجية التي سجلت إنجازات متعددة في الفترة الماضية. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق 120 كيلومتر شهد إثارة في جميع مراحله وسط تقلبات في المراكز والتي تؤكد سير الفرسان على الخطط الفنية التي وضعتها الأجهزة الفنية في الفرق والإسطبلات، مبينا سموه أن جهود الفرسان واضحة في التعامل مع السرعات المحددة والحرص على إنهاء السباق بأفضل صورة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إن بداية الموسم الحالي أكثر إثارة وندية في السباقات، وهذا ما نطمح إليه دائما، ويؤكد التطور المستمر في رياضة القدرة، وشهدنا مشاركة فرسان من العناصر الشابة التي تسير بخطى ثابتة نحو حمل لواء رياضة القدرة البحرينية والتواجد الدائم في هذه الرياضة عبر جيل واعد قادر على التواجد القوي في السباقات. وبارك سموه لكافة الفرسان الفائزين بالمراكز الأولى مشيدا بالتنظيم المثالي من الاتحاد الملكي. هذا وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى حيث فاز الفارس عاصم عبد الواحد من فريق الزعيم بالمركز الأول، والفارس سلطان عبد العزيز الرميحي من نفس الفريق بالمركز الثاني، والفارس ناصر حمد القحطاني بالمركز الثالث من فريق KHK، وتصدر فريق فيكتوريوس سباق 100 كيلومتر عبر الفرسان عثمان العوضي وشهد الأحمد ومحمد وائل.